لو شفت اللقطه بتاعت الكابتن رضا عبد العال لما لطم في الشوط الاول بعد ركله الجزاء لما الحكم حسبها وضاعت من محمود علاء، ببساطه اللقطه دي هي اللي بتعبر عن الشكل الفني في مباراه نادي الزمالك وطنطا اللي خلصت بفوز نادي الزمالك 3-1. ببساطه مباراه كانت فقيره فنيا من كل شيء. حتى بصراحه وانا ببص على الارقام وببص على تحركات اللاعبين واشوف كل فريق حاول او كل مدير فني حاول يلعب بطريقه ايه، بصراحه الموضوع كان صعب جدا. كميه ميس باس كبيره جدا من لعيبه الفرقتين، وقوف لعيبه طنطا في ارض الملعب حتى عشان يطبقوا ال 4-2-3-1 اللي انا حاولت ارسمها لهم على البورد. هوريكوا الفريق كان واقف ازاي. صعب جدا 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 وقفه الفريق في الملعب، كانت غريبه وكان في مساحات شاسعه. والغريب واللي انا مش فاهمه ازاي نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك اللي خبراتها كبيره جدا ما قدرتش تستغل الفقر الفني اللي كان عند لعيبه طنطا ووقوفهم في ارض الملعب. طيب لو اخدكم من بدايه المباراه، الكابتن طارق يحيى وابدا بيه حاول يغير في طريقه اللعب النهارده ولعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1، وكان مدخل اسلام جابر في نص الملعب ومودي زيزو على طرف اكتر، لكن هو النهارده بيغير الطريقه من 4-2-3-1 يلعب بيه 4-1-4-1 وساب بس طارق حامد بيأمن قدام اتنين مساكين. وطبعا هي طريقه منطقيه جدا. ليه؟ عشان انت بتلاعب فريق طنطا المفروض هو اقل بكتير قوي من امكانياتك الفرديه والفنيه، كل حاجه مفيش اي مقارنه ما بين الفرقتين. فريق كابتن رضا عبد العال حاول على ارض الملعب انه يلعب بطريقه اقرب الى 4-2-3-1، انما خليني اقول لكم ان معظم الشوط الاول الاثنين مساكين كانوا واقفين كده. الاثنين مساكين، واحد واقف كده والثاني واقف كده. فتلاقوا انتوا تتخيلوا كميه الوقوع اللي هو مصات السلة بيحاولوا ينصبوها بيفشلوا ازاي، وكان ممكن نادي الزمالك يكسرها كتير جدا. لكن ايه المشكله اللي كانت على نادي الزمالك مش عارف يتعامل مع الفريق نادي طنطا؟ ان اللعيبه بعيده عن بعض ما بتظهرش. اللعيبه بعيده عن بعض. مصطفى محمد فعلا من ساعه رحيل كارتيرون كمان، يعني مصطفى محمد كنا بنتكلم عليه بعد كورونا لحد ما مستواه كان مهزوز شويه، لغايه لما صالح جمهور نادي الزمالك بهدفه الجميل في مرمى النادي الاهلي وكان هدف رائع جدا وحاول يستعيد بعض مستواه. لكن بعد رحيل كارتيرون مصطفى محمد كان غايب تماما، ومباراه طنطا انا ما شفتوش. مصطفى محمد فعلا غايب تماما. ليه؟ لان هو مستني دايما الكرات العرضيه، وكمان المساحات الشاسعه ما بين اللعيبه دي بتخلي في مشكله في مساله توصيل الكوره وعمل الوان توهات، وكمان هو ينزل خارج منطقه الجزاء. فكل حاجه بصراحه واضح ان هي مش مناسبه لمصطفى محمد في الوقت الاخير، وعشان كده نادي الزمالك الشوط الاول كله ما شفنالوش هجمات خطره على مرمى نادي طنطا الا بس التركيز على ركلات الجزاء. طبعا النهارده كانت حاجات تحكيميه واخده الحيز الاكبر من الامور الفنيه، ولكن نادي طنطا على المقابل كان في الشق الهجومي لحد ما لعيبه قريبه في وجهه نظري قريبين جدا، كانوا عاملين كارثه كبيره قوي في نص الملعب. ايه هي بقى؟ ان الاربع لعيبه دول كانوا بيلعبوا مع بعض بس، ولعيب خط الوسط بينضم ليهم وسايبين بقى المساحه دي كلها فاضيه. كل المساحه دي كلها دي فاضيه. كنت حتى تلاقي ان الكره الثانيه بتنزل لعيبه نادي الزمالك هنا اهو، وهم هنا في مساحه كبيره جدا ينطلقوا بوشهم، وسهل قوي ان هم يروحوا يعملوا هجمات ويطلعوا بانفرادات كتيره. انما كانت المشكله ان كل اللعب فردي، وكمان اللعيبه بعيد عن بعض ما بتظهرش ببعض. يعني اللعيب اللي على الطرف بيجري ولا واخد باله ان في بعض الكرات محتاجه ان هو يخش يضم للداخل يضم للداخل. ده ما كانش بيحصل. ليه؟ اللعيبه كان لعبها فردي قوي ومفيش اي حاجه متفقين عليها، وواضح جدا جدا ان مفيش اي جمل نادي الزمالك كان متحفظين عليها عشان يعملوها في المباراه. واضيف بقى على نقطه ثانيه لازم تخلوا بالكم منها في المباريات عامه واللي بيحب يحلل كره القدم. لعيب الكوره وهو بيعمل بيلدنج اب، لو الكوره او التحضير للهجمه، لو الكوره قعدت في رجله اكتر من 3 ثواني، اعرف ان مش متحفظ حاجه، اعرف ان هو مش متحفظ حاجه، وكمان زمايله ما بيتحركوش. لعيبه نادي الزمالك لما كانوا بيتحطوا في الشكل اللي انا بقول لكم عليه ده، ان هم قدام 4 مدافعين من لاعبي نادي طنطا، وحتى لو في هاف ديفندر واقف ان هو قدامهم اللي هو حسام غالي عشان يامن، لعيبه نادي الزمالك كان بيحتاجوا وقت طويل جدا 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 عشان يوصلوا المنطقه دي لغايه منطقه جزاء نادي طنطا، وده امر مستحيل جدا لانك خلاص انت تخلصت من 5 لعيبه، نص الفريق خلاص قدام
الغلطه اللي انا بقول لكم عليها ان كان بيعملها الشوط الاول لما كان بيهاجم وكان عندهم مساحه هجوميه كويسه وكانوا بيلعبوا كوره في الحته دي كويس قوي، لكن اول ما بتقطع منهم شكرا نص الملعب وراهم كله متعري كله فاضي، فلعيبه نادي الزمالك ما بتستغلش ده، وكمان ما قدروش يوصلوا المنطقه دي عشان يشكلوا انفراد على مرمى نادي طنطا بسهوله او بسرعه. الهجمه كان بتاخد اكتر من 30 ثانيه عشان توصل من هنا لهنا، وكمان كانت بتضيع او انت بتروح للطرف وترمي الكروس الوحش جدا. نادي الزمالك النهارده عمل 30 كره عرضيه، كام واحده منهم صحيحه؟ 9 بس، 9 يا عبد الكريم في التلت. فكل دي اخطاء فنيه واخطاء فرديه ممكن ترجعها طبعا للعيبه، ممكن ترجعها للحاله النفسيه اللي فيها الفريق بعد رحيل الجهاز الفني الكارتيرون وجود جهاز فني جديد، لحد ما الاعتماد فقط بس على الفروقات الفرديه ما بين اللعيبه. وكمان ضيف على النهارده ان المباراه كلها ركلات جزاء والتركيز عليها من ركلات الجزاء، هدفين نادي الزمالك، الهدف اللي هو الثاني من ركله الجزاء كان في واحد ضيع الشوط الاول، وهدف من ضربه ثابته، والهدف الاخير من الكوره السريعه اللي اتلعبت، وعلى فكره هو هدف صحيح اللي بيحبوا برده قوانين التحكيم، هدف امام عاشور، هدف صحيح لان الكوره اتلعبت كوره بيسموها الركله الحره السريعه، لان الفريق المنافس ما طلبش، ما فيش انذار خده، ما كانش في دكتور في الملعب، وكمان نادي الزمالك ما طلبوش بابتعادهم 10 ياردات، فبالتالي الكره دي بتندرج تحت حاجه اسمها الركله الحره السريعه واتلعبت، وبالتالي اتلعب من غير ما حكم يصفر عليه، مفيش مشكله. دي معلومه تحكيميه للناس اللي بتجادل حوالين هدف امام عاشور، ولكن في كل الاحوال فنيا نادي الزمالك كان سيء جدا. الشوط الثاني ربما بس نزول بين شرقي، نزول بين شرقي هو اللي عمل شويه فرق مع الفريق. ليه بقى؟ لبن شرقي عمل حاجه حلوه قوي 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 في الشوط الثاني. بن شرقي طبعا نزل ونادي طنطا لعيبه نادي طنطا كانوا خلاص اتهدوا بدنيا، فعمل ايه بقى بن شرقي؟ بن شرقي طبعا هو لعب على الطرف ده، فاحنا هنتكلم عليه ان هو الطرف ده يعني عشان احنا حاطين البورد حسب شكل الفريق في الشوط الاول. بن شرقي لما نزل في الجبهه اليسرى لنادي الزمالك بدا يعمل حاجه اسمها ستريتشنج للملعب، بدا يفتح الملعب لاخره الخط، فكل استلاماته للكوره ما كانش عليه اي ضغط. ليه؟ لعيبه نادي طنطا خلاص الفول باك بتاعهم بقى تعبان، فبقى يضم للداخل كتير، عشان تطلب منه ان هو يبدا يقابل بن شرقي على الخط تاني امر صعب جدا جدا جدا. عشان كده الشوط التاني كمان مع نزول لعيب سريع زي كريم بامبو ومهاجم سريع برده زي اسامه فيصل، لعيبه نادي الزمالك كانوا في مواقف كتيره جدا بيروحوا انفرادات. لكن المشكله بقى بتاع الشوط الاول اللي قلت لكم عليها ظهرت كتير في الشوط التاني، هي ان الفرديه في الاداء. ربما الشوط الاول كان بيقابلهم اربعه، الشوط الثاني كان بيقابلهم واحد بس. شفنا الكوره اللي اتلعبت لكريم بامبو منفردين، ثلاثه منفردين على المدافع والحارس، كريم بامبو كل فكر فيه ان هو عايز يجيب الهدف، وبالتالي الكوره بتضيع في الاخر. بس بن شرقي هو اللي عمل بصراحه شكل هجومي بسبب طبعا خبراته الكبيره وطبعا مهارته الفرديه الفارقه عن لعيبه نادي طنطا، وكمان استغل الجهد البدني وتعب لعيبه نادي طنطا في الشوط الثاني، وبالتالي شفنا هجمات كتيره وتركيز على الجبهه اليسرى في شوط نادي الزمالك، ونتج ان فرص نادي الزمالك في الشوط الثاني كانت اكتر بكتير من الشوط الاول. ولكن في مجمل الاداء وحتى قبل هدف امام عاشور بعد هدف نادي طنطا اللي جابه وقلص الفرق 2-1 كان في بعض الخطوره، واللي بيتفرج على الماتش حاسس ان لعيبه نادي الزمالك ربما ممكن يعملوا فصل بايخ جديد، وهوب نادي طنطا ما يستغل كره ثابته او فاول في نهايه المباراه، خصوصا في الكره اللي جت لقنش وهو محمود علاء، بس القدر انقذ محمود علاء ان قنش كان متسلل، الكره دي كانوا رايحين 2-2 وكان ممكن تعمل خطوره على مرمى ابو جبل. لكن كمجمل نادي الزمالك فعلا اداء منحدر جدا، الاداء الفني انهار جدا بسبب الظروف اللي الفريق فيها، واعتقد الشك ده للفريق يخلي مجلس اداره لازم يحاول يسرع من مساله استخدام جهاز فني اجنبي جديد، لان بصراحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده مستحيل نادي الزمالك يخش ماتشين الرجاء بالشكل ده، صعب جدا جدا، هيبقى مواجهه خطيره مع فريق متصدر. وخلي بالكوا الرجاء في وجهه نظري من الاربع فرق في السيمي فاينل دوري الابطال هو الفريق الاجهز، اللي يشوفه متابع مباريات نادي الرجاء في الدوري المغربي قدر ان كان بعد كورونا كان تاني قدر ان هو يستعيد الصداره ومكمل بشكل كويس جدا وبيأدي بشكل
كويس هناك. وبالتالي الزمالك محتاج ان هو يبقى يعد كل العده بتاعته عشان الماتشين دول، واهمهم انه يجيب جهاز فني جديد عشان يقدر يرجع الفريق الامور النفسيه بتاعته والامور الفنيه بتاعته اللي كان عليها مع كارتيرون وقت السوبر الافريقي قدام نادي الطريق، وقت السوبر المحلي قدام النادي الاهلي. ده كان تحليل سريع لواحده من اهم المباريات الفنيه اللي كان ناس كتير مستنياها ما بين الكابتن رضا عبد العال والكابتن طارق يحيى. طبعا اكيد ما فيهاش امور ايجابيه كتيره، الامور السلبيه بصراحه كانت كتيره جدا، وبرده ادل على كده برده كان في كوره في نهايه المباراه اللعيبه عماله تطفش الكوره داخل منطقه جزاء طنطا بشكل كوميدي جدا. ده ملخص بصراحه اللي احنا شفناه. ان شاء الله اشوفكم في تحليل لمباراه النادي الاهلي القادمه، وبعديها ان شاء الله نلتقي في اللقاء الاسبوعي بتاعنا في لايف على صفحه يلا كوره على الفيسبوك يوم الخميس باذن الله. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.